أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة من أورينت نيوز وتتابعونا فيها. قصف غير مسبوق على أحياء درعا البلد ومطالب بتعطيل المدارس في الأردن جراءها. كل الإشاعات التي تحدثت عن سقوط مدينة مارا أو تسليمها أو سقوط مدينة ثوار مارا ينفون تسليم المدينة لقوات سوريا الديمقراطية، وأعداد النازحين على الحدود مع تركيا تتجاوز 150,000. غارات العدوان الروسي تدمر 27 مدرسة بريف إدلب وآخرها توقع جرحى في تفتناس. الثوار يتقدمون في قرية قروجة وتلالها بجبل تركمان ويستعيدون نقاطا في داريا بريف دمشق. حياكم الله، نبدأ جولتنا من شن طائرات العدوان الروسي لغارات جوية غير مسبوقة على الأحياء السكنية في درعا البلد، ما أدى لدمار واسع في المباني السكنية واستشهاد عدد من المدنيين. هذا وشوهدت سحب الدخان الناتجة عن الغارات من المناطق الحدودية الأردنية والتي طالبت حكومتها بتعطيل المدارس تخوفا من سقوط القذائف عن طريق الخطأ. حملة قوات النظام على درعا البلد مصحوبة بطائرات العدوان الروسي، شنت هذه الطائرات ما يزيد عن 30 غارة على أحياء درعا البلد. جل أهداف هذه الطائرات هي منازل المدنيين، كما تشاهدون أعداد كبيرة قد نزحت لا مأوى لها حتى الآن مع إغلاق الحدود الأردنية أمام أولئك النازحين. نلتقي أبو قصي إخلاء أحد عناصر الإخلاء في درعا البلد ليضعنا أكثر في صورة هذه الغارات التي استهدفت منازل المدنيين في درعا البلد. أهلا بك أبو قصي، ضعنا في الصورة كيف هو الوضع مع الحملة التي يشنها النظام مصحوبا بطائرات العدوان الروسي على درعا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء والله الحملة اللي قامت بها روسيا والطيران السوري بشكل عام أو بشكل مساندة الجيش النصيري أنه دمرت أغلب المنازل المدنيين وهجرت أغلب الشعب اللي كان مسكون هون، خاصة الناس المدنيين، لأن المنطقة هاي منطقة مدنية أغلبها، فتهجرت وصار دمار كبير جدا جدا، وكان في هناك جرحى كثير وفي شهداء. ما هو عدد الغارات الجوية التي شنتها طائرات العدوان الروسي حتى هذه اللحظة؟ والله للأسف كثير، يعني عدد غارات لا تحصى، لأنه كل ساعة في غارة تقريبا، معدل كل نص ساعة كان في غارة. احيانا تيجي غاره مزدوجه، احيانا غاره احيانا تيجي براميل طائرات مروحيه، يعني لا نقدرش تعدها لانه كميه كبيره هائله هجمت على هالهجمه كانت شرسه. كما وضعنا ابو قصي في الصوره هنا بغارات طائرات العدوان الروسي والغارات الحربيه على درعا البلد، جل هذه الغارات هي منازل المدنيين، اعداد للجرحى، اعداد من الشهداء سقطوا نتيجه هذه الغارات. معنا ايضا احد سكان هذا الحي الذي استهدفته طائرات العدوان الروسي ليضعنا في الصوره اكثر ما هو الوضع الان، اين ذهبوا اهالي هذا الحي نتيجه هذه الغارات. اهلا بك، اين ذهبت الناس نتيجه غارات العدوان الروسي على احياء درعا البلد؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا جماعة الخير الحدث ما ترون، ولكن يعجز اللسان عن الكلام. الله وكيلكو تشردنا بسبب الطيران، والآن أهلنا وولادنا ونسواننا مشردين بسهول تحت ظل الأمطار وتحت الأشجار الزيتون على سهول درعا كلياته، ولكن نأمل من الله الفرج القريب. لماذا لا تذهبون للأردن؟ يعني هل هناك معبر للجوء للأردن؟ كان معبرا منذ سنتين تقريبا، ولكن الآن في الوقت الحالي بدك تفوت على أخواننا بالأردن، تطرق مشوار على العراق تنك تفوت، وإن سمحوا لك لو كان معبرا من درعا صراحة لما كان الأطفال والنساء والشيوخ مشردين تحت الشجر في ظل الأمطار والثلوج. هل أهداف طائرات العدوان الروسي تكون على خطوط رباط الثوار أم أن جلها هو منازل المدنيين؟ موضوع أنه بنضرب الثوار وبنضرب الإرهاب عناوين، ولكن موضوع نص الموضوع هو الله وكيلك منازل المدنيين، وتفرج وشوف. يعني إحنا ما خرجنا من بيوتنا إلا لأنه الطائرات ضربتنا، وإحنا أولادنا بوسط بيوتنا، يعني وإحنا مدنيين ما أن أي علاقة لا بالجبهات ولا، راح بعيدين عن كل الجبهات، ولكن الطيران حاق بنا كلنا. يعني
كما وضعنا هنا في الصورة الأهالي عن غارات طائرات العدوان الروسي. حتى هذه اللحظة شنت هذه الطائرات العديد من الغارات، استهدفت منازل المدنيين. جل الإصابات تكون من النساء والأطفال. نقص في الكوادر الطبية والمعدات الطبية داخل المشافي الميدانية في درعا البلد أمام إغلاق الحدود الأردنية أمام اللاجئين من سكان درعا البلد ومن سكان القرى والبلدات في محافظة درعا. هذه الغارات مكثفة اليوم على محافظة درعا. كما ذكرت لكم هذه الغارات يكون الهدف منها هو منازل المدنيين. طبعا روسيا اليوم تصرح بأنها تستهدف قوات من الثوار وقوات من المرابطين في أحياء درعا البلد، لكن تكون أهداف روسيا وطائرات العدوان الروسي على محافظة درعا هي منازل المدنيين كما تشاهدون. باسل أبو يوسف، أورينت نيوز، درعا البلد. ينضم إلينا باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز، يحدثنا مباشرة من درعا، وأيضا عبر الهاتف تحدثنا رانيا حمور مراسلة أورينت نيوز من إربد في الأردن. أهلا بكما. أبدأ معك باسل إذن، وآخر التفاصيل والتطورات حول هذا القصف الغير مسبوق على أحياء درعا البلد. كما شاهدنا هناك دمار كبير بالتقرير الذي أرسلته لنا هذا اليوم. نعم، مساء الخير لك والمشاهدين. طبعا قبل أيام بدأت هذه الحملة التي يقوم بها النظام مصحوبا بطائرات العدوان الروسي على درعا البلد. الهدف من هذه الحملة هو السيطرة على جمرك درعا البلد القديم، لكن كما شاهدت غارات هذه الطائرات تكون على منازل المدنيين، أعداد كبيرة من النازحين والمشردين اليوم نتيجة هذه الغارات. ناهيك عن القصف المدفعي التي تستهدف به قوات النظام منازل المدنيين في درعا البلد، اليوم في ساعات الصباح الأولى شنت هذه الطائرات ما يزيد عن 5 غارات على أحياء درعا البلد، كما استهدفت محيط مدينة الشيخ مسكين كبلدات إبطع وغيرها من القرى المجاورة لهذه المدينة بما يزيد عن 8 غارات جوية. أيضا استهداف لقرى الريف الشرقي كبلدة الغرية الغربية وعلمة والصورة وغيرها من المناطق. اليوم الأهالي في درعا لا يجدون مأوى لهم أمام إغلاق المعابر في وجوههم، معابر المملكة الأردنية مغلقة بشكل كامل. طبعا أعداد كبيرة تجلس في السهول نتيجة هذه الغارات الجوية الغير مسبوقة على أحياء درعا البلد وغيرها من القرى في ريف درعا. طبعا منذ ساعات الصباح والنظام كما ذكرت لك ومصحوبا بطائرات العدوان الروسي يشن غاراته على أحياء درعا البلد، منازل المدنيين دمرت، أعداد كبيرة من الأهالي قد نزحت. إن كانت الأردن قد أغلقت مدارسها في بالقرب من الشريط الحدودي، فمدارس درعا البلد بشكل كامل هي مغلقة نتيجة القصف بطائرات العدوان الروسي. طبعا هذه الغارات تكون يعني غارات طائرات حربية من العدوان الروسي، طبعا تكون قريبة من الشريط الحدودي. درعا البلد هي منطقة حدودية مع الأردن، طبعا لا يوجد أي تصريح، لا يوجد أي شيء من الجانب الأردني نتيجة هذه الغارات التي تستهدف منازل السكني المدنيين في درعا البلد. قذائف مدفعية بشكل كبير تستهدف الأحياء السكنية في درعا البلد، والبعض منها يسقط في بالقرب من الساتر الأردني، بالقرب من الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، لكن لا يوجد أي تصريح، لا يوجد أي رد نتيجة على هذه الغارات الجوية حتى هذه اللحظة. طيب أعداد كبيرة كما ذكرت لك هي من النازحين والمشردين داخل درعا البلد. نعم. طيب باسل، بالنسبة لأعداد الشهداء الذين قضوا وربما هناك جرحى، ما الحصيلة الأولية لأعداد الشهداء والجرحى في ظل هذا القصف غير المسبوق؟ نعم، الجميع يعتقد أن درعا البلد كونها خط اشتباك غير مسكونة وغير مأهولة بالأهالي، لكن هناك أعداد كبيرة من الأهالي تسكن درعا البلد نتيجة هذه الغارات. طبعا سقط أعداد كبيرة من الشهداء، وصل عددهم منذ بدء الحملة حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 10 شهداء في درعا البلد وفي القرى في الريف الشرقي وغيرها من المناطق من محافظة درعا. طبعا أعداد الشهداء هي بازدياد بشكل يومي نتيجة الغارات الجوية التي تستهدفها طائرات العدوان الروسي لمنازل المدنيين في درعا البلد. أيضا هناك صواريخ الفيل التي يكون حجمها بتدمير صاروخ أرض تسقط على منازل المدنيين في درعا البلد، تستهدفها قوات النظام لمنازل المدنيين. طبعا هناك نقص في الكوادر الطبية، نقص في المشافي الميدانية بعد إغلاق العديد من المشافي في محافظة درعا بشكل كامل. أغلقت العديد من المشافي الآن يعتمد على طرق بدائية في العلاج لهذه الحالات. طبعا الأردن تستقبل حالات من الجرحى تكون إصاباتهم في الصدر أو في الرأس، لكن هناك حالات تكون في إصابات في الأطراف
وغيرها من العصابات لا يتم نقلها إلى خارج سوريا، تبقى هنا تحت ضربات قوات العدوان الروسي على محافظة درعا التي شنت حتى هذه اللحظة كما ذكرت لك على محافظة درعا بشكل كامل ما يزيد عن 100 غارة منذ الحملة على جمرك درعا البلد القديم. نعم، طيب باسل ابقى معي، سأنتقل إلى رانيا حمور مراسلة أورينت نيوز عبر الهاتف تحدثنا من إربد. أهلا بك رانيا في جولة الرابعة. إذا يعني كان هناك مخاوف من سقوط قذائف بالخطأ في الأراضي الأردنية، وكان هناك مطالب بإغلاق المدارس في المناطق الحدودية مع سوريا وبالتحديد مع درعا. كيف بدت الصورة أثناء هذا القصف من الحدود الأردنية أولا، وثانيا هل تم إغلاق المدارس على القريبة من الحدود؟ في الوقت السابق الذي كنت موجودة فيه في مدينة الرمسة كان القصف شديد جدا بالقذائف والمدفعيات في الصباح الباكر جدا. حسب أهالي مدينة الرمسة الطيران الروسي والسوري كان يقصف بقوة خاصة مدينة منشية درعا المدينة وإلى جانب الجمرك ومدينة بلدة اليادودة. القصف عندما كنا هناك كان القصف والدخان واضح لدرجة أن كنا نسمع حتى المعارك الدائرة بين الثوار وكتائب والنظام. بالنسبة للمدارس، بعض المدارس بعض الأهالي ابتعدوا قليلا عن الحدود المنطقة الحدودية ودخلوا إلى داخل الرمسة. لم يتم إغلاق كامل للمدارس. طيب رانيا، بالنسبة لأعداد النازحين، يعني هناك قسم من النازحين توجه باتجاه الحدود الأردنية، كيف تعاملت السلطات الأردنية مع هذا العدد الكبير؟ طبعا نحن على علم بأن منذ فترة هناك المئات ربما على الحدود ولم تسمح لهم السلطات الأردنية بالدخول إلى الأراضي الأردنية. الآن وفي ظل هذا القصف الغير مسبوق كما أفاد قبل قليل باسل أبو يوسف، ما الذي يجري على الحدود؟ الحدود مغلقة منذ فترة، ولكن الأردن ما زالت ولم تتوقف عن استقبال الحالات الإنسانية المحتاجة التي تحتاج إلى علاج. هذا أكثر ما أستطيع المعلومات التي لدي عن موضوع الحدود. نعم، طيب سأعود إلى باسل أبو يوسف بما يتعلق بالنازحين. يعني باسل، أعداد النازحين الذين خرجوا من منازلهم جراء هذا القصف على أحياء درعا البلد وكما تفضلت على القرى الشرقية في درعا وغيرها من المناطق، وأين اتجهوا بالضبط؟ نعم، غالبية القرى وسام كانت بداية الحملة على الشيخ مسكين وبعد وتلتها الحملة على بلدة عتمان، وكما استهدف أيضا نظام قرى في الريف الشرقي وبلدة اليادودة وغيرها من البلدات المحيطة في مركز مدينة درعا، واليوم يعاود هذه الحملة على أحياء درعا البلد. أولئك النازحين أعدادهم هي قرى بشكل كامل، طبعا بلدات بشكل كامل، أعداد كبيرة من النازحين تكون وجهتها إلى الشريط الحدودي بالقرب من الساتر الأردني، لأنه يعتقد أولئك النازحون أن هناك المكان يكون أقل خطرا عليهم نتيجة الغارات الجوية ونتيجة القذائف المدفعية. طبعا اليوم جنون النظام بهذا الشكل جاء نتيجة عدم قدرته على التقدم باتجاه جمرك درعا البلد القديم. لم يستطع النظام التقدم ولو لمتر واحد باتجاه هذا الجمرك. تم تدمير له ما يزيد عن دبابتين من المدرعات وعربة فوزليكا بالقرب من أبنية سجنة في درعا البلد. تمكن الثوار من تدمير هذه الآليات. لم يستطع النظام التقدم رغم هذه الغارات من طائرات العدوان الروسي ورغم القصف المدفعي المكثف. لم يستطع النظام التقدم، معنويات عالية بالنسبة للمقاتلين في محيط جمرك درعا البلد القديم. رغم هذه الغارات كما ذكرت لك لم يستطيع التقدم باتجاه جمرك درعا البلد القديم. طبعا يحاول الثوار قدر الإمكان صد النظام بالأسلحة الموجودة لديهم. طبعا الأردن اليوم تدخل مساعدات من الجانب الأردني لكن لا تستقبل أعداد من أولئك النازحين. يتم إدخال مساعدات لمنظمات إنسانية موجودة هنا في درعا، تدخل هذه المساعدات للمدنيين، يتم توزيعها على المدنيين الذين نزحوا من بلداتهم التي استهدفتها طائرات العدوان الروسي واستهدفتها القذائف المدفعية من قبل النظام السوري. نعم، بس قبل أن أسألك سؤال أخير، مشاهدينا ورد هذا العاجل الآن، الثوار يعلنون استعادة سيطرتهم على منطقة صوامع كالجبرين قرب مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد اشتباكات مع وحدات الحماية الكردية.
الكردية وقوات سوريا الديمقراطية. طبعا سنكون في أكثر تفاصيل بعد قليل مع مراسلينا في حلب. باسل، سؤال أخير، يعني تحدثت عن معارك باتجاه جمرك درعا القديم، هل من معارك أخرى تجري في مناطق ثانية في درعا أم ماذا؟ نعم، هناك معارك في درعا، في مثلث الموت، في محيط تل جرين وتل شعار وتل بزاق. هذه المعارك بدأت منذ يوم أمس بعنوان وإن عدتم عدنا، جميع فصائل الجبهة الجنوبية تشارك هناك. معارك بالنسبة لهم استراتيجية كونها تعيد الطريق أو يمكن تسهيل الطريق باتجاه ريف دمشق الغربي. طبعا معارك في درعا البلد هي تحشيدات للنظام بشكل كبير في أبنية سجنة. كانت الوجهة جمرك درعا البلد القديم منذ 4 أيام بدأت هذه الحملة، لكن حتى هذه اللحظة لم يستطع النظام التقدم ولو لمتر واحد باتجاه جمرك درعا البلد القديم. يوم أمس كان لنا تقرير من على باب جمرك درعا البلد القديم كما شاهد المشاهدون. طبعا كان تقرير مع قياديين في غرفة عمليات البنيان المرصوص، هي الغرفة المسؤولة عن العمليات في درعا البلد. طبعا لهذه اللحظة يحاول الثوار الحفاظ على جمرك درعا البلد القديم. غارات العدوان الروسي بشكل مكثف، طبعا قوات النظام مدعومة بميليشيا مرتزقة من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا من حزب الله، لكن لم يستطيعوا التقدم باتجاه الجمرك. لا يزال الثوار يحافظون هناك على خطوط رباطهم في محيط جمرك درعا البلد القديم. شكرا جزيلا لك باسل أبو يوسف مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من درعا. وأيضا الشكر موصول لرانيا حمور مراسلة أورينت نيوز، كانت معنا عبر الهاتف من إربد في الأردن. ونتابع في هذه الجولة مشاهدينا، حيث حصلت أورينت نيوز على مقطع مصور لمقاتلين من الجيش الحر داخل قرية الشيخ عيسى بريف حلب. وتضمن المقطع المصور تأكيد بشير الحجي قائد كتائب نصر سوريا، أكد استمرار تواجد مقاتليه على هذه الجبهة، نافيا في الوقت ذاته ما تردد عن تقدم لميليشيا سوريا الديمقراطية في محيط مدينة مارع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في مدينة الشيخ عيسى، النقطة الأولى المرابطة في اتجاه ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أو حزب العمال الكردستاني البيكيكي. نحن الآن متواجدون هنا 16/2/2016 الساعة 10 ليلا، متواجدون وصامدون. كل الإشاعات التي تحدثت عن سقوط مدينة مارع أو تسليمها أو سقوط مدينة الشيخ عيسى بأيدي جيش ما يسمى بجيش سوريا الديمقراطي هو محض افتراء وكذب وتضليل اعلامي. بفضل الله ثابتون في هذه الارض، والدكتور احمد حافظ هو مسؤول نقاط الرباط في هذه الجبهه. دكتور عم اقول بس اقول الشيخ عيسى ومارع سلمناهم ان شاء الله باذن الله. نحن هون صابرين وثابتين، كل شيء عم يطلع من اشاعات وفتن عم تبثها القنوات الاعلاميه الكبيره للاسف، أو اللي عم يطلع على الفيس أو محطات التواصل الاجتماعي، هذا كلياته إن شاء الله نحن عم ننفيه قطعاً، ونحن موجودين هون وثابتين بإذن الله، والله ولي التوفيق. وفي خط موازن، كشفت شبكات حلب الإخبارية أن ميليشيا وحدات الحماية وما يسمى بجيش الثوار هددا مقاتلي الجيش الحر في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بسيناريو مشابه لمصير مدينة تل رفعت في حال رفضهم الانسحاب منها، وبأن الوحدات وجيش الثوار هددا الثوار والمدنيين على حد سواء بمئات الغارات الجوية الروسية بما فيها القنابل العنقودية التي ستعمل على تدمير مارع في حال رفضهم تسليمها للوحدات الكردية. هذا ونقلت مصادر لأورينت نيوز أن ميليشيا وحدات الحماية وما يسمى بجيش الثوار يحاولان منذ ساعات الفجر التقدم إلى منطقة السكن الشبابي في حي الأشرفية بحلب، وبأن اشتباكات عنيفة ما زالت تجري بين الثوار وميليشيا الوحدات على أطراف حي الهلوك، فيما أكدت شبكات حلب انقطاع طريق الكاستيلو كليا بعد استهدافه بشكل كثيف من قبل قناصة ورشاشات الوحدات وجيش الثوار. هذا وكان الجيش الحر قد تمكن ظهر أمس من صد هجوم للوحدات الكردية إلى حي الهلوك، وعرضت فرقة السلطان مراد صورا تظهر عددا من الأسرى. محمود غضب،
وصل عدد أو عدد النازحين قرب الحدود مع تركيا إلى أكثر من 150 ألف شخص وفق ما أكدته مصادر إعلامية. يأتي هذا وسط حملة قصف متواصلة للعدوان الروسي على حلب، والتي أسفرت في الساعات الماضية عن استشهاد 6 مدنيين وجرح آخرين في حي الصاخور، كما استهدفت طائرات مدينتي عنادان والباب وبلدة كفرناها ومنطقة عين التل. أما من جانب آخر فقد استشهد مدنيان إثر قصف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون على طريق الكاستيلو من قبل الوحدات الكردية الموجودة أصلا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. طلع طلع طلع. الحمد لله. ما عليه. بسم الله بسم الله. صعب طلع طلع. الله أكبر. 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 أرحب بإبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز، يحدثنا مباشرة من ريف حلب. أهلا بك إبراهيم. إذن نبدأ معك من العاجل الذي ورد قبل قليل، وهو استعادة السيطرة من قبل الثوار على منطقة صوامع كالجبرين قرب مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، وذلك طبعا بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية. تفاصيل هذا الخبر لو سمحت إبراهيم. نعم، أهلا بك وسام وبالسادة المشاهدين. فعلا هذا الخبر العاجل قبل قليل وردنا، حيث قام الثوار باسترداد السيطرة على منطقة صوامع كالجبرين التي تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية أو جيش الثوار خلال اليومين الماضيين. وهذه النقطة هامة جدا بالنسبة للثوار، لا سيما وأن منطقة جبرين حاليا تعتبر خط امداد الوحيد الذي يصل مدينة مارع بمدينة عزاز، والتي تحاول وحدات حماية الشعب الكردي السيطرة عليها حاليا بعد سيطرتها على الطريقين الرئيسيين الواصلين بين ريف حلب الشمالي ومدينة عزاز. الأول هو الاتصال الدولي المؤدي لمعبر باب السلام الحدودي، والثاني طريق عين دقنة، وطريق جبرين حاليا هو الممر الرئيسي والوحيد الذي يصل حاليا بين مدينة مارع ومنطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي، إضافة إلى قرية الشيخ عيسى التي تعتبر حاليا بيد الثوار. الثوار حاليا يقومون بعدة عمليات عسكرية في سعي لتأمين خط إمدادهم المار في منطقة جبرين، والذي كان مرصودا من قبل قوات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تسيطر على منطقة الصوامع المرتفعة جدا، والتي تطل بشكل كامل خلال الفترة الماضية على خط امداد الثوار. وحاليا منطقة جبرين مؤمنة بشكل كامل بعد هذا العمل العسكري. وقوات سوريا الديمقراطية وصلني قبل قليل بأنها قد استدعت عدة مؤازرات لمحاولة التقدم واسترداد السيطرة على منطقة الصوامع، كما أن المعارك في محيط منطقة جبرين لم تهدأ على مدار الأيام الثلاثة الماضية في محاولات من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو جيش الثوار التقدم على هذه المنطقة والسيطرة عليها، لا سيما وكما ذكرت بأن لهذه المنطقة أهمية استراتيجية. في حال سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة جبرين، سيكون الثوار الموجودين في مدينة مارع مفصولين بشكل كامل عن أي إمداد خارجي، وسيكونون محاصرين بشكل كامل من أربع جهات: قوات سوريا الديمقراطية، قوات النظام في منطقة أحرس، وتنظيم الدولة. نعم، طيب إبراهيم، وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية هددت الثوار في مارع لتسليم المدينة، وإلا ستتعرض لمصير مشابه لما حصل في تل رفعت. كيف هددوا الثوار في مارع بداية، وأيضا كيف تعامل الثوار مع هذه التهديدات؟ نعم، بالفعل وسام، خلال الفترة الماضية كل منطقة تقوم وحدات حماية الشعب الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية بالتقدم إليها تقوم بإرسال رسائل للثوار موجودين على الأرض عبر محاولة قيام بتسليم هذه المنطقة بشكل سلمي، وإلا سوف تقوم بالتدخل أو باحتلالها بالقوة تحت غطاء جوي من طائرات العدوان الروسي. فعلا هذا ما حصل بالتحديد في منطقة دير جميل، حيث قامت قوات سوريا الديمقراطية بداية بإرسال رسائل إلى الثوار موجودين في هذه المنطقة بأنها سوف تتقدم إليها، وطلبت منهم الانسحاب أو الانضمام إلى قواتها. حين رفض الثوار كانت طائرات العدوان الروسي هي الفيصل، حيث استهدفت المدينة بعشرات الغارات
الجوية والتي مكنت بعد ذلك قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة عليها. الأمر ذاته حصل في مدينة الرفعت التي كما ذكرت تعرضت لحملة عنيفة جدا من طائرات العدوان الروسي أدت مؤخرا إلى السيطرة عليها بعد تدمير عشرات المنازل وقصف عنيف جدا استهدف المنطقة على مدار الأسبوع الماضي. إضافة إلى ذلك حاليا مدينة مارع حاليا مهددة بشكل أكبر من مدينة رفعت لا سيما وكما ذكرت بأن مدينة مارع خط إمدادها الوحيد المؤدي لمدينة عزاز هو منطقة جبرين التي تحاول قوات سوريا الديمقراطية التقدم عليها. قوات سوريا الديمقراطية حاليا لا تنوي التقدم إلى مدينة مارع لكن تحاول إطباق الحصار عليها عن طريق التقدم إلى منطقة جبرين وفصل مدينة مارع عن أي إمداد لها ومحاصرتها بشكل كامل. وعدة رسائل وصلت من قوات سوريا الديمقراطية حسب الثوار تطالب الثوار في مدينة مارع بالانسحاب منها وأنها جاءت لمحاربة تنظيم الدولة أو تطالبهم بالانضمام إلى صفوف جيش الثوار. نعم طيب إبراهيم شاهدنا المقطع المصور الذي حصلنا عليه للثوار في داخل قرية الشيخ عيسى بريف إدلب بريف حلب أكدوا أنهم ما زالوا متواجدين على هذه الجبهة وأنهم لن ينسحبوا. يعني إصرار الثوار على البقاء في هذه المنطقة يجب أن يتبعه توحد وانضمام تحت فصيل واحد والقتال تحت راية واحدة راية الثورة السورية. نعم وسام فعلا بداية الثوار الذين انسحبوا من مدينة رفعت ومعظم المناطق التي تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية سواء كان منطقة كفرناية ومنطقة دير جميل لم ينسحبوا إلى الشريط الحدودي بل انسحبوا إلى مناطق مجاورة كقرية الشيخ عيسى التي يتواجد بها مئات الثوار إضافة إلى مدينة مارع التي ما زالت تحت سيطرة الثوار بشكل كامل. قوات سوريا الديمقراطية وعبر صفحاتها كانت قد أعلنت وأشاعت بأن هناك مفاوضات مع الثوار في مدينة مارع وفي منطقة الشيخ عيسى لتسليم هذه المناطق. الثوار خرجوا فورا وأعلنوا بأن هذه البيانات هي عبارة عن إشاعات تقوم قوات سوريا الديمقراطية ببثها لدب الخلاف بين الثوار. الثوار فعلا في منطقة الشمال وهي القسم الشمالي من ريف حلب الشمالي كون ريف الشمالي كما تعلمون بتقدم قوات سوريا بتقدم قوات النظام إلى منطقة نبل والزهراء قد أصبح مقسوما إلى شطرين. في القسم الشمالي هناك حاليا يمكن القول بأن هناك محاولات لتشكيل غرفة عمليات موحدة من جميع الفصائل الموجودة على الأرض لحماية مدينة عزاز ومدينة مارع واسترداد السيطرة على المناطق التي تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة الماضية. لكن ما يقوم به الثوار حتى هذه اللحظة دون أي إعلان رسمي ربما خلال الساعات الماضية القادمة تفرز العمليات التي يقوم بها الثوار إعلانا عن غرفة عمليات أو عن تشكيل جديد للدفاع عن ريف حلب الشمالي في القسم الشمالي بالتحديد في مدينة عزاز ومدينة مارع. نعم إبراهيم سؤال أخير حول موضوع النازحين. يعني 150 ألف أو 150 ألف شخص قد نزحوا وهذا العدد ارتفع أو بالأحرى وصل إلى 150 ألف على الحدود مع تركيا. بالنسبة للنازحين هل ما زال التدفق قائم باتجاه الحدود التركية أم ماذا؟ نعم وسام خلال الفترة الماضية كان الشريط الحدودي مع تركيا يحوي عددا كبيرا من النازحين من مناطق في ريف حلب الجنوبي ومدينة حلب. الأهالي في ريف حلب الشمالي في القسم الشمالي بالتحديد تعرضوا لقصف عنيف جدا من طائرات العدوان الروسي أدت إلى نزوح جميع الموجودين في هذه المنطقة إلى محور الشريط الحدودي. هناك فعلا ما يزيد عن 150 ألف نازح. لو ذكرنا فقط المناطق التي نزح منها الأهالي وهي مدينة عزاز، مدينة عزاز حتى على الشريط الحدودي هي خالية بشكل كامل والأهالي يتواجدون على محور الشريط الحدودي بالتحديد لا سيما وأن مدينة عزاز قد تعرضت على مدار الأيام الماضية لقصف عنيف جدا من طائرات العدوان الروسي إضافة إلى قصف بالصواريخ البالستية. هناك مدينة رفعت منطقة دير جميل وكفرناية وحتى مارع وجميع المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية جميع الأهالي في هذه المناطق نزحوا إلى محور الشريط الحدودي مع تركيا. هناك بعض الأهالي تمكن من الدخول إلى منطقة عفرين ومن ثم إلى ريف حلب الغربي لكن هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة بالأعداد الموجودة حاليا على محور الشريط الحدودي. قوات سوريا الديمقراطية البارحة قامت باعتقال عدد من النازحين إلى منطقة عفرين وقامت بإجبارهم على تسجيل مصور عرض على صفحات قوات سوريا الديمقراطية يطالبون خلالها بقوات سوريا الديمقراطية بالتدخل لحمايتهم من المسلحين والإرهابيين الموجودين في مناطق في ريف حلب الشمالي. والفيديو حاليا هو موجود على صفحات قوات سوريا الديمقراطية وتدعي بأنها جاءت لحماية الأهالي الموجودين في ريف حلب الشمالي من الإرهابيين من مقاتلي حركة أحرار الشام وجبهة النصرة على حسب ادعاءاتهم. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز كنت معنا مباشرة من ريف حلب.
قصفت طائرات روسية مدرسة في بلدة تفتناز بريف إدلب بالقنابل العنقودية، وبث ناشطون مقطعا مصورا يظهر حرائق داخل المدرسة ولحظة هلع الأطفال فيها. في سوريا فقط يجتمع الموت مع الحياة في مدارس لم يبق منها إلا اسم لم يتذكره سوى من تعلم سنين على مقاعدها أو درس أجيالا فيها. فطيران العدوان الروسي لم يتوانى عن استهداف كل أشكال الحياة في المناطق المحررة، وما أعلنته مديرية التربية في إدلب ووفقا لتقارير من هيئات تعليمية عن تدمير أكثر من 27 مدرسة كليا في إدلب فقط، وذلك بعد استهدافها بعشرات الصواريخ التي خلفت شهداء وجرحى وانقطاع 10,000 طالب عن العملية التعليمية. طبعا نحن في مديرية التربية في إدلب قمنا بإحصاء المدارس التي دمرها الطيران الروسي بعد مجيئه إلى سوريا. بعد الإحصاء تبين لنا أنه تم تدمير أكثر من 27 مدرسة. هذه المدارس تحوي على أكثر من 10,000 طالب. هؤلاء الطلاب طبعا شردوا، منهم من ذهب ليعمل أعمال أخرى، ومنهم من بقي بدون تعليم، ومنهم من ذهب يتعلم في منزله، وهذه سببت أزمة كبيرة في المدارس. المدارس الأخرى لم تعد تتسع إلى باقي الطلاب، فسببت لنا أزمة في مديرية التربية وفي تأمين الكوادر لهم وفي تأمين البناء الذي هدمه الطيران الروسي. تضاف هذه المدارس إلى مئات أخرى كان قد دمرها طيران نظام الأسد قبل العدوان الروسي على سوريا، لكن المنظمات التعليمية والمهتمين بهذه القضية لم يوفروا جهدا لتأمين الطلاب المنقطعين عن التعليم بطرق عاجلة من خلال ترميم المدارس جزئيا وتدريب الطلاب على التعامل مع كل المخاطر المتوقعة. نحن كمنظمات وخاصة منظمة بنفسج ننطلق من حق الطفل في التعليم، لذلك قمنا بالإجراءات التالية: أولاً تجهيز عدد كبير من المدارس تكون جاهزة للاستعمال وتسليمها لمديرية التربية في محافظة إدلب. أما العمل الآخر فهو الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال، وخاصة أن بعض الأطفال قد تعرض للقصف وهو داخل المدرسة، مما أدى به إلى أنه يتسرب عن هذه المدرسة وربما يؤمن عمل آخر وربما يلتحق في مجالات أخرى. أما العمل الآخر وهو ما يسمى بالأمن والسلامة، وكان لنا فريق خاص في منظمة بنفسج يقوم هذا الفريق بتدريب هؤلاء الأطفال، وقد وضعنا خطة تستطيع أن نغطي عدد كبير من المدارس. هذه الخطة يستطيع الطفل أن يتعلم من خلالها بتدريبات عملية ما يؤمن له السلامة سواء في مدرسته أو في بيته أو حتى في الشارع. الأمر الآخر وهو دعم هؤلاء المدرسين، وهذا الدعم يكون عن طريق تأمين الخطط التي تستطيع أن تتلائم هذا الواقع الذي يعيشه المدرس سواء كان تربوي أو تعليمي أو حتى دعم آخر. غير معروف من سيحرم هذا العام من التعليم في إدلب والمناطق المحررة الأخرى، وذلك بعد الاستهداف المتعمد للمدارس التي يقف طلابها على أطلالها يذكرون صديقا شهيدا أو نازحا أو مصاب. عشرات المدارس المدمرة في محافظة إدلب مضافة ل3,000 مدرسة مدمرة في سوريا، دليل على أهمية تدمير الصروح العلمية في المناطق المحررة على أيدي الدكتاتورية السورية تلتها الروسية. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، ريف إدلب. يبقى معنا مسلم السيد عيسى مراسل أورينت نيوز ويحدثنا مباشرة من إدلب. أهلا بك مسلم. نبدأ من الصور التي جاءت اليوم من تفتناز وهذا القصف بالقنابل العنقودية على مدرسة، كان هناك أطفال. مسلم، تفاصيل هذا القصف. نعم وسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني هذا القصف متتابع مع القصف الآخر الذي تشهده محافظة إدلب على كل الصروح العلمية في كل أرياف ومدن محافظة إدلب. يعني كان الأخير الحديث اليوم في مدينة تفتناز، راح ضحيته 3 من الكوادر العاملين في المدرسة، هم من المدرسين في هذه المدرسة، والعديد من الجرحى من سواء من الكوادر التدريسية أو من الطلاب. طبعا يعني كما ذكرت في التقرير بلغ عدد المدارس التي أحصتها مديرية التربية وهي مدمرة بشكل كامل وغير صالحة لأي من أنواع التدريس هي 27 مدرسة، مضافة إلى مئات المدارس السابقة على أيدي الطيران السوري. طبعا يعني ملاحظ بعد التدخل الروسي في سوريا، يعني
عفوا ملاحظ بعد التدخل الروسي في سوريا دقة هذه الغارات واستهدافها لكل الصروح العلمية والمدارس وأيضا المساجد التي تحوي الطلاب المنقطعين عن المدارس التي دمرت. هناك العديد من المدارس المدمرة انتقل طلابها إلى مدارس فردية فتحت في منازل وأيضا في صالات تحت الأرض لحماية الطلاب وأيضا في المساجد لاحقتهم أيضا النقطة الغارات الروسية إلى تلك المناطق وقامت بتدميرها. طبعا نعم. كنت سأسألك عن هذه النقطة بالذات مسلم، يعني بعد هذا الاستهداف، يعني كما تحدثت في التقرير هناك 27 مدرسة قد دمرت بشكل كامل جراء القصف، لماذا ما زال الأهالي حتى اللحظة يرسلون أطفالهم إلى المدارس؟ لماذا كما تحدثت لا يكون هناك دائما مكان آخر لتعليم الأطفال وليس المدارس؟ نعم حقيقة يعني كل المدارس كما ذكرت التي انتقلت إلى يعني مناطق أخرى سواء بيوت فردية أو صالات تحت الأرض أو مساجد أيضا لاحقتها غارات الطيران الروسي بعد أن تأتي المعلومات عبر طائرات الاستطلاع عن التجمعات التي يتجمع فيها الطلاب تلاحقهم الغارات الروسية إلى تلك المناطق. في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأسبوع الماضي نتيجة كثافة الغارات الروسية معظم الأهالي في إدلب وأريافها لم ترسل أطفالها إلى المدارس خوفا عليهم من هذه الغارات ومن ملاحقة الطيران الروسي لهم. يعني ملاحظ في كثير من الأحيان أن الطائرات الاستطلاع الروسية تلاحق التجمعات التي تجمع فيها الطلاب وبعدها تقوم الطائرات سيخوي الخاصة بالعدوان الروسي باستهداف هذه التجمعات. طبعا للمزيد ينضم لي السيد عبد الفتاح بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك أستاذ. لو تعرفنا فيك وصفتك في مديرية التربية. طبعا الأستاذ عبد الفتاح عبيد مسؤول الدراسات في مديرية التربية في إدلب. طيب أستاذ أنتوا أحصيتوا المدارس المدمرة في ريف إدلب، لو تحدثنا أكثر عن الإحصائية والطلاب المنقطعين شو اللي صار فيهم حتى الآن؟ طبعا عهدنا من جميع الدكتاتوريات السابقة أن تستهدف دور العلم سواء كانت مساجد أو مدارس أو إلى آخره من جميع دور العلم. في الإحصائيات الأخيرة تأكدنا من وجود 27 مدرسة مدمرة نهائياً، عدا مئات المدارس المدمرة تدمير جزئي. هذه المدارس التي دمرت بطريقة ممنهجة من قبل النظام السوري سابقاً وحالياً الاحتلال الروسي المتواجد في سوريا طبعاً أدى إلى زيادة عدد الطلاب المنقطعين عن التعليم حوالي 10,000 أو أكثر من 15,000 هؤلاء شردوا، إما ذهبوا إلى مدارس مجاورة لهم أو بيوت أو منازل للتعليم هؤلاء الطلاب. هذا الأمر بانتقالهم إلى مدارس قريبة أدى من إلى انخفاض مستوى التعليم بسبب الضغوط الكبيرة على المدرسة التي انتقلوا إليها، أو منهم آلاف بقوا بدون تعليم حتى الآن. وبسبب هذه الغارات أيضا الآن الأهالي يخافون على أولادهم فلم يرسلوهم إلى أكثر من المدارس، اضطررنا إلى إغلاق بعض المدارس بسبب عدم تواجد الطلاب فيها في هذه الفترة الآنية طبعا لمدة أسبوع أو أكثر بسبب القصف. الأمر الآخر كما ذكرنا أنه اليوم مجزرة حصلت في مدينة تفتناز، هذه المدينة قصفوها اليوم بالطيران الروسي صباحا في بداية الدوام، ففقدنا 3 من الكادر التدريسي وبعض الطلاب جرحى والكادر التعليمي أيضا هناك جرحى عديدين. طيب شو مثلا جهود مديرية التربية لحماية الطلاب نوعا ما أو تأمين مثلا مدارس نوعا ما محمية يعني في ظل هذه الظروف القاسية؟ طبعا نحاول البحث عن المدارس التي توجد فيها أقبية المجهزة مسبقا لحماية الأطفال، نبحث عن هذه المدارس، لكن هذه المدارس قليلة جدا جدا في سوريا كما تعلم، لم يكن هناك الحرب أو لم تكن مجهزة لهذه الأمور، فنبحث عن هذه المدارس. وتكلفة إعادة ترميم المدارس هي تكلفة باهظة ولا نستطيع حاليا إعادة ترميم أغلب المدارس طبعا، فنبحث عن هذه المدارس الموجودة حاليا ويوجد فيها أقوياء وكذا لحماية هؤلاء الأطفال من هذا القصف الممنهج على المدارس. طيب هل مثلا في نظام أمني داخل المدارس لتنبيه الطلاب في حال وجود طيران أو في حال وجود أي خرق أمني؟ طبعا هناك صفارات إنذار وهناك عن طريق المدرسين وإلى آخره القضاة الموجودة لديهم أن هناك مروحية أو طيران في الأجواء، إما إدخال الطلاب إلى داخل المدرسة أو إلى الأقبية في داخل المدارس. شكرا كثير أستاذ، شكرا الله يعطيك العافية يا رب.
نعم وسام، إذن أعود وأذكر أن المدارس المدمرة في أرياف إدلب يعني هي مئات، لكن فقط خلال العدوان الروسي هي 27 مدرسة مدمرة بشكل كامل وغير صالحة لأي نوع من أنواع التفعيل أو التدريس، وتحتاج مديرية التربية إلى مبالغ باهظة لإعادة ترميمها وإعادة بنائها، وتضاف إلى عشرات المدارس المدمرة بشكل جزئي. هذا ما خلف أكثر من 15,000 طالب منقطع عن العملية التعليمية بشكل كامل، وربما التحق بمدارس فردية في البيوت كما ذكرت أو في المساجد أو في الصالات تحت الأرض. نعم إليك وسام. شكرا جزيلا لك مسلم سيد عيسى مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من إدلب، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. تمكن ثوار في ريف اللاذقية الشمالي من استعادة قرية قروجة وتلالها في جبل تركمان. من جهتها قالت غرفة عمليات رص الصفوف إن قرابة 30 عنصرا للنظام بينهم ضباط قتلوا إثر محاولة تقدم فاشلة إلى بلدة كنسبة وقرية شلف بجبل الأكراد تحت غطاء جوي روسي كثيف. وبثت الفرقة الساحلية الأولى مقطعا مصورا لاستهداف سيارة رباعية الدفع بصاروخ موجه في قرية مجد الكيخية وسط أنباء عن تواجد ضباط روس بداخلها. أرحب بمحمد الأشقر مراسل أورينت نيوز يحدثنا مباشرة من ريف اللاذقية. أهلا بك محمد. إذن نبدأ من استعادة الثوار لقرية قروجة والتلال المحيطة بها في جبل التركمان، تفاصيل هذا الخبر، ولنبدأ خبر تلو الخبر محمد. نعم وسام، طبعا يعني ضمن معارك الكر والفر وحرب العصابات التي يخوضها الثوار في ريف اللاذقية، طبعا تمكن الثوار اليوم من خلال هجوم مباغت، تمكنوا من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على قرية قروجة وتلة قروجة. طبعا قرية قروجة تعرف بالعالية أيضا حتى لا يصبح اختلاط في الأخبار عند السادة المشاهدين، هي قرية قروجة هي نفسها العالية في جبل التركمان. طبعا الثوار تمكنوا من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على هذه القرية وجبلها، بالإضافة لقتل عدد من قوات النظام وميليشياته الشيعية المتواجدة في تلك المنطقة. يعني وسام، يعني الاشتباكات ما زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة، قوات النظام انسحبت من هذه القرية وجبلها إلى خط خلفي والآن تحاول التقدم مرة أخرى وسط تصعيد من قصف العدوان الروسي واستهدافه لهذه المنطقة براجمات الصواريخ وأيضا طيران العدوان الروسي الذي كثف من غاراته على قرية قروجة بعد سيطرة الثوار عليها. نعم طيب محمد، في خبر آخر، غرفة عمليات رص الصفوف تحدثت عن مقتل 30 عنصر من قوات النظام بينهم ضباط، وذلك في محاولة تقدم فاشلة على بلدة كنسبة وقرية شلف بجبل الأكراد، تفاصيل هذا الخبر. نعم وسام، منذ يوم أمس وتدور الاشتباكات بين قوات النظام المدعومة بالميليشيات الشيعية من جهة وبين الثوار من جهة أخرى على في محيط بلدة كنسبة بجبل الأكراد. في بداية الأمر تمكنت قوات النظام من التقدم باتجاه هذه البلدة، ولكن الثوار سرعان ما استعادوا زمام الأمور والمبادرة وباغتوا هذه القوات بهجوم مباغت، تمكنوا من خلال هذا الهجوم من قتل عدد من قوات النظام وأيضا تدمير عدد من آلياتها المتواجدة في تلك المنطقة واغتنام عدد من الرشاشات والذخائر في تلك المنطقة. واليوم حاولت قوات النظام مجددا التقدم باتجاه بلدة كنسبة، واليوم أيضا تمكن ثوار الساحل من صد هذا الهجوم الذي كان من عدة محاور، من حوالي 3 محاور تقدمت قوات النظام اليوم باتجاه بلدة كنسبة بجبل الأكراد ليسقط ما يقارب 30 قتيلا في محيط مصيف أو في محيط بلدة كنسبة بجبل الأكراد. أما في المحور القريب من هذا المحور وهو في مجد الكيخية، فقد تمكنت الفرقة الأولى الساحلية من استهداف بيك آب تابعة لقوات النظام في تلك المنطقة. طبعا يقال أن من كان داخل هذه البيك آب هم ضباط روس تابعين للعدوان الروسي، كانوا يشرفون على الحملة والعملية العسكرية على بلدة كنسبة، ولكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد
التأكيد حول هذا الخبر حول مقتل ضباط روس جدد من خلال استهداف هذه السيارة في مجدل كيخيا، ولكن هي أنباء حتى اللحظة. ننتظر التأكيد من مصادر رسمية في الفرقة الأولى الساحلية أو أي تصريح من وزارة الخارجية الروسية حول هذا الأمر. نعم بالتأكيد سنكون معك محمد في حال تم تأكيد هذه الأنباء. سأكتفي معك بهذا القدر من المعلومات. محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف اللاذقية. تمكن ثوار من تحرير عدة كتل سكنية على الجبهة الشمالية الغربية لمدينة داريا بريف دمشق الغربي. وقالت الكتائب العاملة في داريا أن 20 عنصرا للنظام معظمهم من الحرس الجمهوري قتلوا أثناء تحرير الثوار للكتل السكنية. وعلى المحور الجنوبي قتل 5 عناصر للنظام، فيما تمكن الثوار من تدمير عربة BMW وأعطاب دبابة بواسطة لغم أرضي. وعلى وقع خسائرها استهدفت قوات النظام أحياء داريا بأكثر من 30 برميلا متفجرا وعدة صواريخ من نوع فيل، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء في صفوف المدنيين بينهم امرأة. أرحب بمحمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز يحدثنا مباشرة من ريف دمشق. أهلا بك محمد. إذن هناك هجوم عكسي ربما للثوار في داريا وتحرير عدة كتل سكنية على الجبهة الشمالية الغربية للمدينة، تفاصيل أوفى محمد. نعم وسام، مساء الخير. مساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا كانت قوات النظام قد أرسلت تعزيزات كبيرة على مختلف المحاور. قوات النظام خلال اليومين الماضيين تصعد من الهجمة العسكرية على مدينة داريا. أصبح الهجوم ليس فقط من الجهة الجنوبية أو الجنوبية الغربية أو حتى الشمالية، وإنما من كل الجبهات معا. قوات النظام دخلت من 6 محاور بطريقة هجومية عنيفة باتجاه مدينة داريا. طبعا استطاعت أن تحرز تقدم ما يقارب 500 متر داخل المحور الجنوبي، ولكن طبعا تم استعادة النقاط والكتل التي تحدثت عنها بالفعل. ويعني المعارك على أشدها حتى هذه اللحظة. طبعا منذ أقل من نصف ساعة قتل 4 عناصر في الجهة الغربية الشمالية عندما كانت قوات النظام تحاول التقدم من تلك الجهة. طبعا وسام بالعموم يعني الوضع سيء جدا في مدينة داريا بسبب الحملة البرميلية التي تقوم بها قوات النظام، يعني ما يزيد عن 70 برميلا أحيانا تصل الحصيلة. هناك يعني أعداد كبيرة من المدنيين. المشفى الميدانية أمس استهدفت بشكل مباشر. طبعا كان هناك أضرار مادية، ولكن تحاول قوات النظام أن تنسف الوضع المدني بكل ما تستطيع من قوى. يعني التعزيزات العسكرية بشكل يومي تحاول أن ترسلها قوات النظام إلى مختلف الجبهات، ولكن يعني يستطيع ثوار داريا أن يصدوا كل تلك الهجمات التي تقوم بها قوات النظام. طيب بالنسبة للقصف بالبراميل المتفجرة والذي تعرضت له داريا، وأيضا كان هناك قصف بصواريخ من نوع فيل، هناك عدد من الشهداء والجرحى، هل لديكم حصيلة لهؤلاء الجرحى والشهداء؟ حقيقة وسام كان هناك 3 شهداء بالإضافة إلى امرأة وهي الشهيدة الرابعة بالقصف الجوي. طبعا القصف ليس فقط بصواريخ الفيل أو صواريخ الأرض أرض أو حتى البراميل المتفجرة. الطيران المروحي يتناوب على قصف الأبنية السكنية وعلى قصف المدينة. طبعا المدينة هي مساحتها 17 كيلومتر مربع يتواجد بها السكان. قوات النظام تحاول أن تنسف كل شيء. طبعا كما ذكرت يعني هناك وضع مأساوي جدا بالنسبة للمدنيين، خصوصا بعد فصل المدينة بشكل كامل عن منطقة المعظمية. يعني الأهالي كانوا يرجون أن تدخل المساعدات التي كان من المقرر أن تدخل اليوم إلى المعظمية، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترد اسم مدينة داريا يعني أسماء المدن التي سوف تدخل إليها المساعدات في هذا اليوم. شكرا جزيلا لك محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف دمشق. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام جولة الرابعة وإلى العناوين. قصف غير مسبوق على أحياء درعا البلد ومطالب بتعطيل المدارس في الأردن جراءها. كل الإشاعات التي تحدثت عن سقوط مدينة مارع أو تسليمها أو سقوط مدينة الشيخ عيسى بأيدي ثوار مارع ينفون تسليم المدينة لقوات سوريا الديمقراطية، وأعداد النازحين على الحدود مع تركيا تتجاوز 150 ألفا.
غارات العدوان الروسي تدمر 27 مدرسة بريف إدلب وآخرها توقع جرحى في تفتناس. الثوار يتقدمون في قرية قروجة وتلالها بجبل التركمان ويستعدون نقاطا في دريا بريف دمشق. دائما للمزيد من الأخبار والمعلومات orient-news.net. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.